هل ركعتي الفجر من ذوات الأسباب وهل يقضيها الإنسان بعد صلاة الصبح؟ صلاة راتبة الفجر قبلها بعد طلوع الفجر، إذا تأكد من طلوع الفجر يصلي الراتبة، ولو قدر أنه ما تمكن جاء الناس يصلون فإنه يصلي معهم، وإذا سلم يقوم ويأتي بالراتبة، وإن شاء أخرها إلى بعد ارتفاع الشمس خير، إن شاء صلاها بعد الفجر مباشرة، وإن شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس، هذا خاص براتبة الفجر لأنها مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك ركعتي الفجر يعني الراتبة ما كان يتركها سفرا ولا حضرا.